أزول أيدنا سيدنا أقرأ مزيان ونكحضان ونويحضان ذولي إجل الأداخر ذولي إجل غبارة أولي ولي اشتاق المغرب اشتاق المغرب المغرب الكبير من طنجة إلى البويرة من أيام الشيط وسد والسيمين السوى الدار واحد منهم على سبب الأطلقاء وكل الجن أهيش أهيش في واحد الناس بيت ثلاث واحد كبطاطا كطماطيش كثير 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 البيئة إلى الجنش وخا تشكح لهم معها أمين السلام عليكم مرحبا بكم مرحبا شيء أنا مرحبا عندكم ومرحبا كل شيء حال حال كفاعلين الجمعويين اللي كاينين هنا او غير فاعلين الجمعويين اليوم حضرت هنا وقيلا على سد البيئه اللي كاينه في المنطقه ديال العرائش او المنطقه ديال المغرب كامله لان حنا كمزيديون اللي كنا في واحد الوقت كنعيشوا بالموارد ديالنا حنا كنديروا بطاطا فوقتها كديروا الطماطيش فوقتو كديروا البطاطا حلوة فوقتها كنزرع فوقتها وكاين الناس عايشين بالمنتوج ديالهم وكانوا عايشين ما كاين لا الدواء ما عندنا فارماسيا ما عندنا حتى شي حاجة أنا عندي عاشت القرن و30 عام عزيزي الدكتور عاش القرن و20 عام الوالد تقريبا 100 عام هاد الناس عايشين كاين الناس اللي كيعيشوا حتى 40 عام ولكن لا كانوا عايشين لغديهم هاد البيئة هما كانوا البيئة كانوا ما كانش البيئة كانوا حنا كنقولوا كارتاتو كنا كنهنا حتى في هاد العرايش كنديروا فيه السكوار الحوت كيديروا في لاخر السلة كان ما كانش كنديروا ميكا كنديروا السلة السوق السلة ديال الميكا ديال الحوت والسلة اللي كندير فيها الخضرة هادشي كان عنده واحد المعنى كبيرة ولكن يا ما شاء الله هادشي تبدل علاش تبدل؟ لأن الدولة كانت حق في الأول غادي دير لهم الطاقه ودير لهم الماء توصلهم الامارات توصلهم كل شيء كل واحد غادي يبقى في بلاصتو وخا كيبقى وخا الجامعات والمدارس وكاين في ذاك الوقت الناس قاضي في الناس من تسامان ولا من بوسيما ولا من اجدي ولا من اجدي كيمشي حتى لوجده باش يقرا ويباه كدير باش تبقى فيه البيض والدجاج والعجاز والبيض هذيك الوقت راه الحمد لله هما جاو ناس ديال اوروبا والحمد لله ناس جاو اوروبا تكونوا كاين لهم رؤساء كاين لهم العبدات كاين لهم البرلمانيون كاين لهم رئيس ديال البرلمان وغادي يكون حتى رئيس ديال الدوله غادي يكون مغربي رئيس ديال الدوله لا بلجيكا ولا هولندا راه غادي يديها الحمد لله هاد المرة غير في الشتي ديال الزبزال اللي هنا تقريبا شي 8000 واحد كيفاش شاو 8000 واحد لو ثابت 8000 واحد ماشي شي 6000 جات كاع لعبوا ونساو الجاي سبت هذا الشيء انا بالنسبه لي كيف نقول لهم بالنسبه للبيئه هاد الشهور ديالو هاد الميعروس وهاد الدور ديالو عندهم المدارس ديالهم وعندهم السلاح ديالهم وعندهم البحناه والاماره و يدير لهم شي معاهد صغار تما شي معاهد صغار ديال هذيك الكونسا كاين بزاف ديال الناس هذيك الكونسا يديروا بطاطا يديروا طماطيش يديروا هذي يديروا هذي يديروا هذي هو حرموه من انهم كنا نديرها لان ما عندهم يديروا هنا لان هاد الشيء وقت كبير نقول لكم اللي جا اولا من المدينه ديال التصريبه شفتوا مكياج انا دابا حيت الشركات الكبار اللي كاينين في المغرب ديال ولاد الثوار شي ديال المغرب راه الحر اللي دابا على القرطاس وباتوا وتسبقوه انا الاول باش نقول لكم الصراحه هذا الاستاذ الموزعين طبعا الماء وهذا
40 طقس ولا 38 درجه هذه هي البيئه هذا تخلى على الدوله ديالو البيئه والشركه اللي كتبدا اللي تجمع هذه البيئه والشركه ديال المغرب رجعوا لاسبانيا رجعوا لاسبانيا كانت عندها جزء غادي تجي واحد النهار ما يكونش عندها لا اش دير ثم داروا الشركه من هنا هذه غادي تخلوا من هنا ومع العلم رجعوا لاسبانيا ورجعوا لهم نسافر الى تهران على الحوت والجود والجود راه كان في البوند الصبيه كان في البوند كان في البوند فعلا حنا راه عندنا مشكل هذا مشكل عندي في هذا البار اللوبي اللوبي اللي كاين هنا راه ماشي ماشي دابا حنا حنا مثلا البيئه شنو هي تاعنا شنو هي الدوله كل ما عندهم كل جمعيه راه عندها تسالي ديالها عندها باش تخطر هذيك ديال البيئه جمعيه يشبعوه ويدعموه ويعطيوه ويحسبوه هذا هو ما تكون هذيك ما تكون هذيك انا قلت احنا تكون هذيك تكون كل مخلوق ما كاين لا هذيك ما كاين لا هذيك ما كاين لا هذيك والناس اش تقول تويزا علاش تسمو الناس ديالها زي كون تسمو تويزا تسمو تويزا لان كيتجمعوا بيناتهم كيتجمعوا كاين حدا كاين حدا واحد الوقت اقسم بالله ما كان لا مسكين واحد الوقت حنا ما كانش مسكين كله بحال عمر بن العزيز علاش اللي كيدير الزرع كيجي كيقول لك فلان ما عندوش زرع لا عطيه الزرع فلان ما عندوش بطاطا عطيه بطاطا خلاص عطيه